مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق ديال عبد الرحيم اللي اكبر صدمه عاش هذاك الراجل انطلاقا من انتحار ديال الام ديالو، ويكتشف امور صادمه انه الام والاب ماشي والديه البيولوجيين. من هنا بدات الازمه، الا ان في الختام في الفيديو السابق قلت الزوجه زوجه رائعه صراحه، لها دور جوهري باعتراف ديالو هو اولا انه ساعدته ما امكن حتى يمر من هالظرفيه. النداء الاخير اللي وجهه المغاربه الشكر الجزيل كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق، تواصلوا مع الناس ساعدوه، والكل يبحث بشتى الطرق المشروعه والقانونيه من اجل وصول الهدف. شكون هي الام ديال عبد الرحيم؟ مشاهدينا الكرام، اول لقاء عندي مع سلمى 25 سنه اللي هي الزوجه ديال عبد الرحيم. غادي نشوف معها كيفاش تبعت الموضوع. سلمى انت الزوجه ديال عبد الرحيم. السؤال الاول عندي معاك، نهار اللي هذا السيد جاي يخطبك باش غتزوجوا وجاب معاه الام ديالو الله يرحمها قبل ما تنتحر، ما بينات لي كيفاش دازت الامور؟ عاودي لي. بالنسبه للام ديالو نهار الاول اللي جات، يعني جات بحال كأم بحال اي ام جايه تخطب واحد البنت للولد ديالها، عادي كتعامل معايا مزيان، كتقول لي بنتي ان شاء الله غادي تسكني معايا ونعيشوا مزيان نبقاو نخرجوا، يعني كتهضر معايا عادي، انا وياها كذلك كنا مزيانين. يعني صافي جا خطبني، درنا العقد ديالنا ودرنا العرس ديالنا، ورحت لدار راجلي تما فين عشت معاهم. يعني البيريود الاولى ملي كنت معاهم يعني كنا مزيانين، يعني ما كان لا مشاكل ما كاين حتى شي حاجه، يعني ما حدي انا مازال كنجلس معاهم كنحس بالتغير شويه بشويه. مره مثلا كتخاف علينا لواحد الدرجه بزاف، فهمتي، وكتخاف عليا انا وياه، يعني هادشي اللي كاين زعما، يعني كان كلشي مزيان في الاول. انت ما طولتوش معاها بزاف لانه من مراجعه الواقع، انتم جواجكم جديد هنا فاش كان واخدام في الرباط من موراها، هو خدام مهندس، كان هو مهندس انفوغرافيست ديزاينر في الرباط، عنده واحد لاركتيكت في الرباط. من بعد جات واحد الخدمه لتركيا، ما طلقش الخدمه ديالو اللي في الرباط تيمشي يشوف معاهم تما واش يتفاهم معاهم اه ولا لا. ملي مشينا دوزنا تقريبا 20 يوم، من بعد اتصال اللي جاني في التليفون ديالو حيت هو كان خارج، ولقيت النمره ديال صاحبه هو اللي كيتصل، دويت معاه قال لي سلام اختي سلمى، قال لي واش كاين عبد الرحيم، قلت له لا ما كاينش، قال لي انا بغيت نقول لك واحد الحاجه، قال لي راه الام ديال عبد الرحيم ماتت. تما انا جاتني الصدمه، يعني ما حيتي الراجل نقولها ليه، ما حيتي انا يا حامله لراسي زعما، انا كيفاش غادي، يعني جوج حوايج، هو عزيز عليا بزاف، راجلي عزيز عليا بزاف، زعما ما عرفتش كيفاش نقول لك. انا اللي كنطلب من الله يلقى الوالده ديالو باش انا نكون مرتاحه وهو يكون مرتاح. واخا انا حسيت بك وانا غادي نتساعد انا وياك في الحوار. صافي تما سقطوا الخبر بلي ماتت، من بعد دازت مكالمه اخرى هي فاش بديتو ساكنين في المطار يومين، لانه كان ديك الساعه كتسناو الفولا امتى، بقيتو ساكنين في المطار، تما سمعتو بانه انتحرت. من موراها كتسمعوا الصدمه الكبيره انه راه ماشي امه، وهذيك السيده اللي شاده الفران خرجت للدرب كتقول لهم هادشي كانت هي السبب باش السيده. جمعتوا المعطيات كامله، كيفاش وليتي انت؟ حنا دابا تقريبا لدابا باقي ديبريسين انا وياه، ما نكذبش عليك، يعني انا ديك المشيه اللي مشيت بها النهار الاول ماشي هي اللي كانت عندي من بعد ما مات، تبدلت صحتي بزاف ومرات، والطبيب اللي كان مشى عندو كيقول لي مالك، كنقول له ما عرفتش، لدابا ما عرفش مالي، يعني صافي في عقلي ما عرفتش، بقى فيا راجلي بزاف. دابا انت قلتي لي هادشي وهو قال لي كلام اخر، قال لي انه هي ساعدتني هي وخواتاتها وما قال لي كنمر من فتره كآبه، لانه صعيبه ديك الكلمه اللي كتسمع، كاين يقدر داك شي مصطلحات بلا ما نقولوا راه واضحين. يعني هذيك الفتره اللي مر وانت ما كنتيش كتبيني وكتصبري واخا حامله واخا ظروف صعبه. هو كان دازت واحد لابيريود ديال الكورونا ما خدمش، حبسو
كندوز كل اكتئاب وما كانش كيبين ليا، وانا كذلك ما كنتش كنبين ليه. ولكن من بعد مؤخرا صافي ملي وليت تمرض صافي وليت كنقولها له نيشان، كنقول له عبد الرحيم راه داكشي اللي داز عليا دوك الايامات ملي مات الام ديالكم تحرات راه عاد بدا يرجع عليا، يعني ديك القوه اللي كانت عندي وداك الصبر عاد بدا كيرجع عليا من بعد. وكل ما كانوش خوتي والوالده ديالي اللي واقفين معانا وواقفين معاه هو كذلك اللي كيكونوا الاسره ديالو الثانيه، ما كانش غادي يوقف على جدي كاع. يعني يمكن ما كنتش انا وكانوا عائلتي وكانت عنده بنيته كان غيكون حال واحد اخر. نتي مع خواتاتك ما حاولتوش انكم تشوفوا الام الله يرحمها ديالو، يعني الخوالات يعني خواتاتها العائلات، السر عندكم سر انه تيقول لكم راه الام ديالو البيولوجي كاينه منهم. كل واحد وشنو كاين. وهذه اللي قلتها لكم الطريقه باش قالت لكم انها واثقه، ما حاولتوش انكم تبحثوا في هذه الخيوط؟ حيت هاد السيده اللي قالت لي هاد الشيء يلا قالتها لي مؤخرا، قالت لي شوفي حيت انا سولتها قلت لها عافاك اختي الا كان ممكن لا كنتي عارفه شي حاجه على الام الحقيقيه ديال عبد الرحيم قوليها ليا. قالت لي اختي ما نقدرش نقول لك انا بالضبط شنو الهضره اللي كنسمع، هو راه الام ديالو غير من عائلته من نيت. قالت لي يقلب غير في العائله ديالو، راه هو نيت من دمنا واخا مربي راه من دمنا. هاد الشيء اللي قالت لي ما قدرتش توصل لكم المعلومه انه تحدد لكم. لا كل واحد خايف على راسه، يعني كيلمحوا لك ولكن باش يعطوك اكزاكت الضبط شنو كاين ما كيعطيوش راس الخيط. ما حاولتوش يعني انكم يعطيكم شي جواب يحددوا لكم؟ مادام السيده اللي دوت معكم هي واثقه كتقول لكم راه الام ديالو من الوسط العائلي ديال الام ديالو الله يرحمها، ما كاينش اللي عطاكم هذا الاساس بناء حتى على هذه الظروف اللي مريتي منها انت. هما غادي يشوفوا الفيديو وغادي يعرفوا بان العائله راه الشتات واضح، يبحثوا على الام البيولوجيه ما دايرش هو الخطا، وانت زوجه كتساعدي وفق المستطاع واخا الظروف ديالك صعيبه في المرض مع اللي حملتي ودابا الان يلاه ولدتي. يعني هذه الامور ما حاولتوش توصلوا مع الرسائل؟ الشهاده مزيانه امام الله. لا هما ما كيعطوكش شي جواب مقنع، يعني ملي كتسوليهم شي كيتهرب شي كيقول لك سولي فلانه، كل واحد وشنو كيقول، ولكن باش يعطوك اكزاكت شي حاجه اللي هي كتثبت ما كيعطيوهاش، كيعطيوش بالضبط شنو كاين. ما كل شيء كل واحد خايف على راسه. سلمى شنو الرساله اللي تبغي تقولي لهم انت؟ انا اللي كنطلب منهم لكن ممكن عافاك يعاونونا باش الزوج ديالي يلقى الام ديالو حقيقيه باش تا هو يرتاح، حيت هو عنده بنته وبغى يعرف الاصل ديالو شكون هو، باش تا هو يحيد عليه واحد الحاجز كبير باش تا هو يكون مرتاح. لكن ممكن الله يسهل عليكم ما قولوا له الحقيقه. المعلومات اللي عندك كسؤال اخير، شكون هما اللي كنتي عارفه انهم عندهم المعلومات؟ كاينه الخاله وكاينه بنتها يمكن شي بنتها معلمه، اعطيني هذا بالضبط. كاينه يمكن الخاله ديالو الكبيره، وكاينه واحد خالته اخرى وبنتها، وكاينه واحد بنت عمو اخرى. هادشي هادو اللي كيقول كل واحد وشنو كيقول. هادو كلهم كيعيشوا في تيفلت كلشي؟ لا شي كيعيش في تيفلت شي كيعيش برا ديال تيفلت، وما ما بغاوش يقولوا لينا. عيت معاهم ما بغاوش يقولوا. السؤال الاخير اللي عندي معك هو الزوج ديالك كيفاش كتشوفي الوضع ديالو؟ شويه بدا ما بقاش كما كان. ما بقاش كما كان شويه حيت حنا معاه، حيت حنايا معاه وخوتي معاه وانا واقفه معاه، ولقاني انايا كنتعاون معاه وكنقول له لا خصك تلقى امك، خصني نوقف معاك تلقى امك، يعني الا مكتب لك تلقى امك مرحبا، ما مكتبش ماشي مشكل، مهم دير واحد زعما دير واحد المجهود تقلب عليها. وكنتمنى من الناس يعاونونا باش يلقى الام ديالو، غادي نكونوا فرحانين اكثر واكثر واكثر. سلمى شكرا لك، عطيتيني مجموعه من النقط في الموضوع، وكنتمنى نوصلوا للهدف يا ربي باش تنتي ترتاحي وانت عندك ابنه وتهي تعرف الجده والزوج ديالك يرجع كما كان بدون ضرر اللي عاشوا مده طويله. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذه هي الزوجه ديال عبد الرحيم اللي عدد كبير من المغاربه تبعوا القصه ديالو. عبد الرحيم تزاد سنة 1986 في الأواخر، تكبر تخدم تتزوج يتفاجأ بالوفاة ديال الأم، من بعد يكتشف أنه انتحار. أسباب مسببات انتحار هو ما كانش في المغرب، كان بالضبط في تركيا. سمع أسرار أخرى أنه هناك سر، هذاك السر اللي هو الأم والأب اللي والديه ماشي والديه الأصليين. من هنا الأم
كانت مسكينة الله اللي عليها ما قدرتش تواجهه بكثرة الحب ديالها ليه. كان عندها هذا القرار الذي يعتبر سلبي، الله يغفر لها ولنا وجميع المسلمين، أنه انتحرت. هنا تغيرت الدنيا عند عبد الرحيم الما هو أسوأ رفقة الزوجة دياله، اللي الخبر يتزامن مع الظرفية اللي هي حاملة، وهذا من أصعب الأشياء. هنا السؤال العائلة، أرجوكم كل من ساهم أو ساعد في الموضوع ومن له سر، أنه يقول لهذا السيد باش يرتاح، له الحق أن يبحث عن الأم البيولوجية، هذا حقوق باش يعرف شكون هي أمه، وإلا عنده شي وليدات يعرف شكون هما الإخوة ديالو. مشاهدينا الكرام، كذلك الزوجة ليس لها ذنب في الموضوع، ولكن تفرض عليها هذا الوضع، وهذا دليل على واحد التحدي، واحد المكتاب أنه كيبين سلمى واش قادرة أنك تحملي هالظروف. سلمى تتحدى الصعاب، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الأساس من كبرات من العائلة ديالها، عائلة محافظة والكل يساهم ويساعد من أجل الوصول للهدف. شكون هي الأم ديال عبد الرحيم؟ مشاهدينا الكرام، غادي نعود نوضعوا رقم الهاتف ديال عبد الرحيم. أرجوكم، المغاربة مشكورين في المغرب وخارج المغرب، ولهم من تجربة أنهم يحلوا لغز هذا الملف. عبد الرحيم تيفلت نهضة جوج، المنزل اللي فيه فران تما فين تزاد، تما فين كبر. الأم ديالو توفات، الأب ديالو توفى، وهو الآن يتفاجأ بواقع صعب، ماشي ولدي الأصلين، فين هي الأم البيولوجية. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع هذه القصة، وسوف نوافيكم دائما بالجديد، ولا نتقى في الله عز وجل ومجهود المغاربة أننا نبحثوا، والناس ديال تيفلت بشكل خاص، شكون هي الأم ديال عبد الرحيم. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.